المشاهدين اهلا بيكم في فقره جديده من قرانيات. في رمضان الناس تقعد تاكل وتشرب لغايه لما يتبين لها الخيط الابيض من الخيط الاسود. منين جابوا الكلام ده؟ في ايه في سوره البقره اللي بتقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود. المشكله مش في الايه كده لوحدها، لا، المشكله في ناس ما عندهمش يبان الخيط الابيض خالص بالست شهور، يعني الشمس ما بتطلعش عندهم الست شهور، وناس تانيين برضو ما الدنيا تبقى شمس ونهار لمده ست شهور. يا ترى هيتنهم صايمين على طول ولا فاطرين على طول؟ ياكلوا ويشربوا على طول ولا ما ياكلوش؟ اخي مالك اهلا بيك. اهلا بيك اخت فرحه. ايه رايك في الايه دي؟ الآية فعلا هي ظاهرة على الشاشة بتقول فعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الأخت فرحة، هو تحديد الخيط الأبيض والخيط الأسود فعلا كلمة غامضة وجملة غير مفهومة. أبسط تعريف شفناه عند الزمخشري بيقول الخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود. الخيط الأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبها بخطين أبيض وأسود. هلا هي افتراض أن الشخص يحدد التوقيت بناء على لون ما معين من خلال الأفق، طبعا بيفترض أن السماء صافية أو حتى في الصحراء عموما. أيوة. طب أخي مالك، يعني جت الكلام ده منين؟ هلا الحلو أن هي آية فيها نوع من الجمالية، أن مرتبطة بتحديد الطقس من خلال النظرة إلى السماء الصافية. ولكن تفاجأنا أن هذا التحديد هو موجود عند اليهود بتلمود المشنة برخوت كمان. نعم، لهي الحقيقة أن كثير من التشريعات الإسلامية مصدرها التلمود. مروح التلمود المشنة برخوت بيقول على الشكل التالي، أن تحديد الوقت، هذا تحديد الوقت في المشنة برخوت مرتبط بتلاوة صلاة شماع. الصلاة بتقول من الوقت الذي يميز فيه بين الأزرق السماوي تخيلت والأبيض. التحديد في التلمودي مرتبط بأني خاص بصلاة شماع. المسلمين أخذوا من عندهم هذا التحديد وطبقوه على الصيام، يعني أول شغل هنن حرفوا الهدف منه. أخذوا من أمر ما معين وطبقوه على أمر آخر. التحديد الثاني النص العبري أجمل، لأنه بيقول لك الأزرق السماوي والأبيض. إجا القرآن أعطاها قباحة فقال الأسود والأبيض. عشان يبقى لونين مختلفين. حتى جماليا يعني أفقدوا الجمال. فبرأيي أنا لما اقتبسوا حتى فشلوا في الاقتباس الجمالي. الأرجح كمان أني كان العرب عندهم فكرة عن هذا التعيين الزمني من خلال الخيط الأبيض بالخيط الأسود. ربما محمد أخذه من أمية بن أبي الصلت. يعني كمان. ربما مو بشكل مباشر أخذوا من التلمود، أخذوا من خلال وسيط أمية بن أبي الصلت. بيقول أمية بن أبي الصلت الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود لون الليل مرقوم تاج العروس مادة خيط. فإذا حتى محمد إذا اقتبس ففي احتمال يكون اقتباس غير مباشر، أخذوا من هذا الرجل أمية بن أبي الصلت. أخي مالك، المشكلة مش في كده كمان، المشكلة دلوقتي في إحنا في القرن 21 نطبق الآية دي إزاي؟ هو الله كان عنده بعد نظر أو قصر نظر إنه عارف إن مفيش بلاد بيظهر فيها الشمس لمدة ست شهور، ده يرجع المسلمين يقولوا لنا لا ما إحنا بالقياس، وهل الله يترككم للقياس لدول تانية؟ يعني ناس عايشين مثلا في السويد يروحوا ياخدوا ياكلوا زي ما ناس عايشين في مصر؟ ده مش معقول. ده معناه ان محمد كان اسير البيئة بتاعته، مش عارف ان في اماكن تانية مختصة، او النهار ما بيجيش فيها لمدة طويلة او الليل ما بيجيش فيها لمدة طويلة. ايه رأيك يا اخي؟ لا ناهيك على ان هو ليس فقط اسير بيئتي ولكن حتى اسير بساطة معلوماتي. أيوة. يعني الرجل اخذ هذا التعيين الزمني بخصوص فريضة اخرى عند اليهود بخصوص صلاة شماع وطبقها على فريضة اسلامية بدتها شهر كامل تتعلق بالصيام، يعني اخذها من مكان وطبقها بشكل سيء على مكان اخر، يعني هذا أسوأ شكل من أشكال الاقتباس. يبقى الاقتباس أو مسروقة، خلينا نقولها كده، وكمان
عدم بعد نظر. بشكركم جزيلا، بشكرك أخي مالك، ونشوفكم في فقرة جديدة من قرآنيات.